يرحمه ويجعل مثواه الجنة. عزيز إنسان ما ينوصف، إنسان ما ينوصف. خسارة كبيرة علينا كلنا. ما سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد؟ عاش في قصر ولديه سيارات فارهة. عزيز الأحمد حقيقة تواجد محمد بن سلمان في عزاء عزيز. السلام عليكم. نطفا قبل أن نبدأ، لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. ما هو سبب تواجد محمد بن سلمان في عزاء عزيز الأسمر؟ عزيز السعودي سيطرت حالة من الحزن على عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وذلك على خلفية إعلان خبر وفاة اليوتيوبر عزيز السعودي بعد صراع طويل مع مرض لازمه منذ ولادته. واشتهر اليوتيوبر عزيز السعودي عزيز الأسمر بخفة ظله وشكله الطفولي بأداء مقاطع مضحكة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق تستعرض الأسبوع أبرز المعلومات عن عزيز السعودي وسبب الوفاة. اعتدى عزيز السعودي على الظهور في العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر حياته الشخصية ونشاطه اليومي، كما اشتهر بخفة دمه وشكله الطفولي نتيجة لمرض لازمه منذ ولادته، ما ساعده على جمع عدد كبير من المتابعين على منصات السوشيال ميديا في الوطن العربي والعالم أجمع. ما هو سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد؟ عاش في قصر ولديه سيارات فارهة. وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد الشهير بعزيز القزم مساء أمس الخميس أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وسيطرت حالة من الحزن على جمهور السوشيال ميديا، مما جعل عددا كبيرا يتساءل عمن ما هو اليوتيوبر السعودي وما هو حجم ثروته. هو فنان سعودي من أصول سوريا حقق شهرة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي داخل المملكة السعودية وخارجها بسبب أداء مقاطع مضحكة، ما دفعه للاشتراك في عدد كبير من إعلانات منتشرة داخل المملكة. أين ولد اليوتيوبر السعودي؟ ولد عزيز القزم في مدينة الرياض في 26 من يوليو 1995، وأصبح من أشهر الشخصيات الكوميدية في السعودية خلال السنة الأخيرة. عاش يعاني من مرض في الهرمونات أثر على نمو بنيانه الجسدي، وفشلت كل المحاولات عائلته في علاجه خارج وداخل السعودية. عزيز الأحمد حقيقة تواجد محمد بن سلمان في عزاء عزيز. حالة من الحزن سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالسعودية بعد وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد الشهير بعزيز القزم مساء أمس الخميس، وبحث الكثير من متابعيه عن أبرز المعلومات عنه. وتصدر القزم السعودي مؤشرة البحث جوجل بعد وفاته بسبب مرضه وثروته وجنسيته وزوجته. زوجة عزيز الأحمد من أبرز ما يبحث عنه رواد السوشيال ميديا على مؤشر البحث جوجل وصفحات السوشيال ميديا بعد وفاته وبالبحث وجد مجموعة فيديوهات على صفحات الشخصية إنستغرام مع فتاة تدعى مريم كوكي، وبينهما مفاجآت رومانسية، وفيديو آخر يوضح حملها في طفله منه، وفيديو آخر وهو يحمل طفلا رضيعا داخل المستشفى. كوكسال بابا العرب التفاصيل الكاملة لمرض اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد. سادت حالة كبيرة من الحزن بسبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد الشهير بعزيز القزم، حيث تعلق به الجمهور بشكل كبير بسبب عفويته وخفة دمه. وتمكن عزيز الأحمد من إدخال حالة من البهجة والسعادة على السوشيال ميديا بطريقة مشابهة لأسلوب كوكسال بابا، خاصة أنه يعاني من نفس المرض ويمتلك نفس الطيبة، لذلك أطلق عليه كوكسال بابا العربة. عانى عزيز الأحمد من التقزم ونقص هرمون النمو، الأمر الذي أثر على مختلف وظائفه، وتدهورت حالته الصحية مؤخرا مما تسبب في وفاته. فأضرر هذا المرض كثيرة، فلا تقف عند حد قصر القامة بل لعدة مشاكل أخرى. ولأن مرض عزيز الأحمد كوكسال بابا يولد به، فيجب على المتزوجين معرفة أسباب هذا المرض النادر والخطير لمحاولة حماية أبنائهم منها، بالإضافة إلى الأعراض التي تساعد في اكتشافه بسرعة حال الإصابة به. وذلك وفقا لموقع كليفند كلينيكا، يؤدي نقص هرمون النمو عند الرضع والأطفال إلى ضعف النمو. العلامة الرئيسية على داء السكري عند الأطفال هي بطء نمو الطول كل عام بعد عيد ميلاد الطفل الثالث. اليوتيوبر عزيز الأحمد يصدم الجمهور برحيله المفاجئ.
رحل اليوتيوبر السعودي الشهير عزيز الأحمد الذي يعرف بين رواد التواصل الاجتماعي بعزيز الأسمر اليوم الخميس، حيث فارق الحياة عن عمر ناهز 27 عاما. وتصدر وسم عزيز الأسمر الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها موقع تغريدات تويتر، حيث خيم الحزن والصدمة على الجمهور السعودي والعديد من الدول العربية من المتابعين له، حيث تقدم الكثير من مستخدمي ورواد تويتر العزاء في وفاة عزيز الأحمد، مشيرين إلى كونه من ألطف الشخصيات التي تتسم بالكوميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما رسم الابتسامة والضحك على وجه متابعيه في حساب يزن الأسمر. سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد: مات في عز شبابه. أثار خبر وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد حالة كبيرة من الحزن بين جمهور السوشيال ميديا الذي ارتبط به عاطفيا. وسبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد هو تدهور حالته الصحية، حيث كان يعاني من مشاكل في النمو منذ ولادته ولم يجد أهله أي علاج له، وتدهورت حالته الصحية في الآونة الأخيرة. ونعرض لكم أهم المعلومات عن نقص هرمون النمو والمشاكل المرتبطة به بعد وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد. وفقا لموقع هوبينكس ميديا، كان يمكن أن يكون جي اتش دي موجودا عند الولادة خلقيا أو يتطور لاحقا مكتسبا، وهو ما حدث في حالة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد. وتحدث الحالة إذا كانت الغدة النخامية تنتج القليل جدا من هرمون النمو، يمكن أن يكون أيضا نتيجة لعيوب وراثية أو إصابة شديدة في الدماغ أو الولادة بدون غدة نخامية في بعض الحالات. لا يوجد سبب واضح محدد. في بعض الأحيان يمكن أن يرتبط الجي اتش دي بمستويات منخفضة من الهرمونات الأخرى مثل الفازوبريسين الذي يتحكم في إنتاج الماء في الجسم، والجوندوتروبين الذي يتحكم في إنتاج الهرمونات الجنسية للذكور والإناث، والثيروتروبين الذي يتحكم في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، أو هرمون قشر الكظر الذي يتحكم في الغدة الكظرية والهرمونات ذات الصلة. نقص هرمون النمو المعروف أيضا باسم التقزم أو التقزم النخامي. ما هو سبب وفاة القزمة السعودية عزيز؟ لا تنسوا أن تشاركونا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.